في عبد الله شريف. بربي قبل ما تعدى الانفيتي نتاعي الاولاني ونتعدى الربريك الاولانيه خنقول لكم الكرهبه ذي اللي تشوفوا فيها اللي قاعدين تفرجوا في دياركم مازالت ما تربحتش دونك سي اون شانس انكور. تحب تربح اليونداي اي 20 توت اوبسيون هذيا تبعث ميساج مكتوب فيه ا على 85 899 وبون شانس اللي تفرجوا فينا الكل. وتوا بصراحة سي اون بريمير بالنسبة لي أنا وشرف كبير ياسر وأول مرة تصير لي باش نستقبلوا ضيف أول مرة يحط سقيف البرنامج بتاعي وأول مرة يحط سقيف البلاتوات حشام عينا ملاح الحبيه باش يجي. ضيفنا ما عمل معانا حتى دخلة ضيفنا حشام برشا ضيفنا الممثل والمنشط والسحار والدونسور الفوتبولور المغني الكواش كل شيء جعفر القاسمي تروان جونا. جعفر القاسمي حدث بالنسبة لي أنا نسي أولا نحب نشكرك على قبولك للدعوة متاعنا. نعرفك اللي أنت ما تترددش برشا على البلاتوات سيرتو التاسعة معناها أول مرة تحط ساقك في التاسعة. في البداية شكرا على الاستضافة. سبيك حاشم جعفر مسألش لأنه الناس كل تعرف التوانسة كل يعرفوا اللي كونوا تقريبا 4 سنوات مقاطعة التلفزيون الكل معناتها أول مرة في البلاتو متاعك محلاه البلاتو. نحترمه اسمه نحترمه الضيف نتاعنا نحترمه مش على خاطر حشام أول مرة يحط ساقه مش تأخرتوا عليه هاي. دونك فرحان برشا والدعوة ذي كي جاتني فرحت على الاخر داير يا جعفر انا ديجا نحب نذكرك ما عرفتش تفرجت انت فيها البرنامج هذا تعرفوا برنامج البارح برك اول مره نتفرج فيه البرنامج مره جاني ضيف منشط فكاهي هو ويخدم مع نسكافيه عنده اون غروند ديميسيون مع نسكافيه وعنده درشني الفازة عاد دخلت المو يحبوه العباد فما عندي ثلاثه عندي ثلاثه بنات نقزوا عليه الحقيقه نحب نعاودها لك لا 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 امشي 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 يا مهبول امشي لا 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 امشي لبنات امشي امشي لحظة لحظة الساعة هذية هذية عنق وبوز وعنق وفار عاش 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 بنتي الغالي عاش بنتي عاش بنتي برشد بلاصتك عاش بنتي بوس عنق ولا عجيني البرنامج بوس عنق جا عاش عاش مرة الجاية من قبل كان بالولي سايب يا عاشت يا سي يا سي عاش عاشت يا عيش اختي يا رحمة يمشي 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 يا عيشك يا عيشك سينو جديدك جعفر والله جديد يشلاغمك خويا بقلم رصاص معمولين هكا لا حاجة نهاية علق شوف أنا اليوم جيت باش نقول حاجتين مهمين ياسر والناس يتفرجوا فيا حاجتين مهمين ياسر حاجة الأولانية باش تفرحوا برشا ولكن للأسف زادة باش نقول حدث لطفي مش تو وقته وانتم زاد ممكن باش تستغربوا لا 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 يا ربي مش لا الكل في الكل خلينا نحكيوا على نسكافيه ساعه وانا حاسك باش تبلبزها سمعني حاسك جاي ياك مغلل لا ولا لا مش مغلل معناها اما الناس يلزمها تعرف صحيح ولا لا الحقيقه راه ما تعرفش سمعني شي يقرب لك في التصوير هذاك سادة جاك سادة دعنا توا خل نفهم باش البرشا ما يقولوش بي جعفر مش اجي على الميسيون بالحق باش تكون حلقه تاريخيه تاريخيه لا شوف انا حسيت الميسيون بتاعي تحت رجعتك باش طلع لي الكود لا 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 انا من بعد باش نفاجئك سامحني لطفي نحبك برشا استنى استنى باش يعرف يستنى استنى نعرفك باش تعمل لي عمله ولذا خنقدمه انت صحيح. عزيز علينا وغالي ونسكافيه معطيتك ميسيون قويه برشا قاعد تعمل فيها صحيح. خلنا نحكيو بصراحه خلنا باش تفهم العباد شنو هي حضورك مش اعتباطي مش خاطرنا معنا نحب نضحكوا لا لا لا, 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 لا احنا جبنا جعفر لا احنا صحيت لطفي خلينا ساعه نخدموا ناكلوا خبيزه صحيح. والكونترا اللي صححناه نخدموا صحيح. مليح باش اللي يتفرجوا فينا يقولوا هذوما سيدي بروفيسيونيل وبعد نرجعوا لفضلكم جعفر انا على اعصابي راه حكيت لي على شريط ميزيك بيه خلينا نحطوا الشلاغم بابا القوه في الشلاغم خلينا نحطوا الامور في اطارها كما قلت لطفي احنا السنه عملنا السيزون الرابع نتاع نسكافيه كوميدي شو السيزون نتاع السنه كانت سبيسيال على الاخر
كانت معناتها أقوى من السيزون اللي تعدوا بجميع المواصفات. سنة أكثر من 12 جامعة درناهم وبرشة برشة حضور على مستوى الجمهور وحتى على مستوى المشاركة وحتى على مستوى الانترنت. ترشحوا 12 واحد للفينال. بعد ما ترشحوا الفينال دخلوا في ستاج مع مدام نعيمة الجاني، صاحبي عمر، الأستاذ عاصم بالتهامي وأنا ومدام زينب المالكي. الستاج هذا دام 3 أيام، اخترنا منهم 5 يترشحوا للفينال والبقية الباقية ينسحبوا ولكن يواصلوا الستاج. معناتها حتى اللي ينسحبوا معناتها اكتسبوا خبرة كبيرة برشا، لأنه مش بالسهل فن الكوميديا، فن الكتابة للكوميديا حاجة مش سهل. شنو بالضبط شكونهم؟ خاطر حكيت لي على العباد شكون هذوما الناس شكونهم؟ الخمسة اللي ترشحوا اللي هما ريان كوشباتي اللي جا في المرتبة الأولانية، لا ريان كوشباتي الأولاني باش يكون حاضر معنا بعد شوية، محمد الغضباني، حمدي مقيريس، بن فرج، جهام بن فرج، وفي المرتبة الخامسة محمد بن يمنة. يعني لو كان نشوفوا ثم شكون من القروان، ثم شكون من المدين، ضحك في الضحك، اي معناتها وكانوا مختلفين على. بالنسبة لك سؤال، انا قبل ما نعمل ليميسيون هذيا وانت تعرف عملت ان كاستين كيما قاعد تعمل انت باش نختار دي. بصراحه خلينا نحكيوا الشعب التونسي ممكن مشي تشوكا شويه منه. انا نحب نقول فما حقائق العباد ما تعرفهاش. الحقيقه على انا قعدنا انا وسيمونس في ذويب على يجي 3000 ولا 4000 واحد مدة شهر ولا شهرين نعملوا في الكاستينج، ملقينا كان 5 ولا 6 من الناس فالابل، وفالابل معناه يلزموا شوية لهوة مش فالابل طول. لا مش سهل، خلينا نحكيو معناه مش فالابل طول، يلزموا شوية لهوة ويلزموا برشا وقت وبعض ساعات مش سكتشوات متاعهم الكل قاعد نعدي. شوف لطفي معناها العملية مش سهلة. خلينا نتفقوا الناس بشوفوا معلق، خلينا نبسطوا العملية برشا يسخلوها كيما هو في الشارع. لا ثم ناس في الدنيا يقتل بالضحك، ثم ناس اقوى مني انا ب10000 مره. انا ما ضحكش، انا ما ضحكش، انا ماست في الدنيا، ولكن الضحك تكنيك. انت ماست في الدنيا، ماست ياسر، ماست ياسر. انا لو كان جيت تقول بابا جعفر يضحك واحد يقول لك فاش يضحك، فهمتني؟ انت ماست ياسر حتى سايبني يا لطفي. فهمتني؟ شلاغمك بابا، شلاغمك بابا. عايش خويا، عايش خويا، عايش خويا على الدماغ، عارف يعطي الدماغ، قالوا عايش خويا. فهمتني؟ معناتها في الدنيا تنجم تضحك على الاخر، لكن الذمار سور سين ثم تكنيك، ثم بونكتياسيون، ثم 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 برونونساسيون، ثم ثم حكايه، ثم فابل بدايه وسط ونهايه، معناتها ثم زاد مهنه ثم باث متلقي. فهمتني؟ ماهيش سهل. في قهوه تنجم تضحك، في الدار تنجم تضحك، اما سور سين حاجه صعيبه برشا. بريف، 3 توجوا السنة اللي هو ريان كوشباتي في المرتبة الأولانية، الثاني محمد الغضباني، والثالث حمدي مقريس. ولكن المفاجأة السنة عملنا جائزة أخرى ميزابار الجائزة الأولانية تاع نسكافيه كوميدي شو. وخل نقول لك معلومة يا لطفي، صدقني أنا فخور جدا أنه عندنا تظاهرة كيما هذه. سمعت؟ أي سن. وينهم الناس تاع المهرجانات تاع قبل؟ وش معناتها وينهم؟ اللي ربحوا قبل وين؟ أنا جايك توا باش نعطيك تجرب بالضبط. أنا جيت حبيت نكمل لك شو. لا يعبروا على الآخر، فهمني؟ ولا وفرحان برشا، لأنه احنا مش يترشح ونخليه هكاك مطيش، لا نعملوا سويفي مدة عام. نسكافيه ما تعطيكش معناتها أبواب المستقبل، تعطيك مفتاح تجيب لك. أنا مش مسؤول عليك. سهل أنه نسكافيه اليوم تجي لعبد كيفك أنت تعطيه المسؤولية ذي وتقعد 4-5 سنين تخدم معاه؟ مش سهل، مش سهل، مسؤولية كبيرة برشا. شوف يا لطفي، خلينا نتفقوا اللي نسكافيه راهو برودوي عالمي، فهمني ولا؟ وثما ناس تتبع من برا، ماهيش فهاد الكراهو. لا ماهيش فهاد الكراهو. انا نعرف ممكن الناس ماشي في بالهم انه تونس فكت المهرجان هذايا، تونس فكت المهرجان هذايا، ماهوش سهل. معناتها جعفر معناها لطفي. لا 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 لا، الكل كيب، الكل عندك كيب جعفر، خاطر يشوف ماكش تخدم وحدك. بيان سور ما نجمش نخدم وحدي، فن الضحك وفن المسرح حتى لو كان وان مان شو، انت ماك عامل وان مان شو وراك فريق في 14 واحد اكثر، اي ميزابار الناس اللي تنظموا كذا. دونك انا نحب نحيي اميره اللي خذات الجائزه نتاع التروازونا، نسكافيه التروازونا، عمرها اميره بن غاليه، عمرها 14 ونص. انا نحب نحيي لميا، نحب نحيي لميا، فم واحده متعديه مره قالت لي اسمي لميا. لا شلاغمك، شلاغمك بابا، شلاغمك يا لطفي، برص امك. هنكمل البنيه دي محلاه، تعرف قداش عمرها؟ 14 ونص معدل، والمعدل نتاعها 16.92، وخذيت الجائزه الاولى. هذه هي الجائزه نتاع تروازونا نتاع السنه. تروازونا انت خلت قلت تروازونا، مش هذه الجائزه، مش ربحت قهوه هي. اي ليه؟ لكن هذا لو تروازونا صحيح الاسبري انه فيه قهوه وحليب وسكر، معناها اليوم ما تعمل حاجه، تحط الماء وتحرك، اللي هو البرودوي نتاع ولاد تو. ولاد تو برودوي، ولاد تو تروازونا، حط الماء
وحرك جعفر باهي تحصنت في البيب أنا. علق تعالي لطف غسيل جونا باهي صاحبي الحمد لله يا ربي. الإضافة متاع ستمش جاوبك على الأخرين وينهم وينهم الأخرين. لبنى الزديري الله وحد وربي يزيدها تبارك الله ذكية برشا فهمني ولا اختارت ثنية البرامج التلفزيونية والمسلسلات. لبنى الزديري اليوم خلينا نقولوا ستار في الجزائر اليوم لبنى الزديري تعبر محمد علي التونسي قاعد يشق في ثنيته بنجاح. يوسف الطياري ايضا لانه عنده التزامات في الدراسه لانه بالنسبه لنا احنا القرايه اهم من الموهبه لازم تكمل قرايتك مش معناتها الموهبه 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 وتضيع القرايه لازم كل شيء يمشي اون باراليل فهمني ولا. والسيزون تاع السنه خممنا في حاجه اللي انا ما نتصورش انها صارت. الثلاثه اللي خذوا الجوائز الاولى اسمه مليح الحاضر يبلغ الغايب. انا في العاده نعمل وان مان شو للصيف السنه قررت مش باش نعمل وان مان شو السنه قررت باش نعمل سبيكتاكل اسمه تروازونا باش يكون فيه انا مده ساعه وربع. اما السنه باش نعطي الفرصه ريان كوشباتي باش يكون معي في مهرجانات محمد الغضبان باش يكون معي في مهرجانات وحمدي مقيريس باش نقدمهم لانه لطفي تعرف اللي كونوا الشبيبه هذوكم ما عندهم الجمهور يلزم نعطيهم الجمهور متاعي يتدربوا ويغطوا بيان سور كيما ريان هذا اللي ربح السنة. علاش ربح؟ شوقتنا ريان. ريان مش قولك علاش ربح ريان. ريان لأنه عنده سكتش أما هو كاتب 30 سكتش. تحب نشوفوه ريان ولا ما نشوفوه؟ أنا اللي نوعدكم به شدوا كروشكم خاصة اللي في الديارة شدوا كروشكم بالضحك. كم يضحكناش؟ كم يضحكمش أنا علقوني الفوق غادي. فهمني وغدوة. استقبل لي ريان الكشباتي. سيداتي سادتي نستقبل مع بعضنا ريان الكشباتي. طيحني بالضحك فهمت ريان الكشباتي اي اي صاحبي وينك سي ريان سلام على السلامه لاباس بك لا استنى استنى انا طلعت فوق الكرسي شو جعفر معاه عرفت ريان تقول اختار في بطيخ قد عرفتك عرفتك توقف على نصبه بتاع بطيخ هكاك بعد بعد باش يخلص ثاني بعد اوكي موافقين لا عاد لا عاد لا برسم سيد قدري العباد تحبني ومسوناش يا لطفي العب قسما ريان صاحبي مرحبا بيك مرحبا يا عايش شنو تحكي لنا على التجربه ولا تمشي تعمل سكتش يحكي شويه يحكي اسمي وانت انتي تعرفوا اسمي انا مش محضر ريان مرحبا بيك مرحبا يا عايش ريان السيزون تاع السنه نسكافي كوميدي شو معناتها كنت انت المتوج 300 ميل يلبس في ساقه أو جي أو جي هل كنت تتوقع هل كنت تتوقع حتى هو حتى هو متحلف فيه لا لا برأس سمك ليه أسمع المسيوم محترمة عايش هل كنت تتوقع أنك باش تفوز أنا من الأولى أي أنا من الأولى الحقيقة أي الحقيقة أي به ريان قديش عندك اسمعوا لي جار خاطر مش سهلة مش طيش روحك كيك قديش عندك هذه الكلام يقولوا لي في كوليس تحضر في الجاي هذه نسكا في كوميدي شو نتكلم فيه كانوا متخلف ذهنيا نكلموا نورمال ليه اكثر من عام اكثر من عام حبيت نشارك ديجا في اللي قبل سيزون 3 اما انا بقيت نزيد نحضر اكثر ما تحب يشارك في سيزون 3 ما شاركش برجوليه شكوني شكوني يضحكك اكثر واحد في تونس والله لا كل باهين كل يضحكوا لا لا فك علينا فك تونس الكل يضحكوا تونس الكل يضحكوا تونس الكل يضحكوا مش كان يقول لك انت احسن واحد ضحكني لا والله جامد لافي يضحكك جعفر اي ولا لا مدرسه تعتبروا مدرسه مدرسه كبيره ياسر كبيره من اكبر المدارس اللي عندنا في تونس معنا بالحق بالحق يضحكك جعفر حاجه انورم يضحكك ولا انت جينيراسيون جديده توا ضعف جعفر وبرشا يظهروا لك حاجه قديمه بصراحه لا بالعكس جعفر الغادي من غير عادي من الخجال عايش عايش كري ناحيتك ناحيتك قرصت القرا جا اقسم بالله مش نورمال ولا هاي تصليش يعني بيه تصليش يعني بيه في ديالك أتا شيفو سانتور لحظة بركة اليوم أنا نأكد لكم أنه باش يتولد نجم في الكوميديا طب Dame tu cosita, dame tu cosita,
اول مره تشوف واحد طويل ملي انا صغير طويل. ديجا امي حبله بيا مشات للطبيب تعمل في ليكو قال لها عندك زوز توام فوق بعضهم بعضها بطان. انا تولدت نهار 1 ديسمبر اما الحقيقه الولاده نتاعي بدات نهار 28 نوفمبر. انطلقت من مستشفى شار نيكول وفت في مستشفى الحروق بن عروس. والله يجبدوا فيا سكروا الكيس خيبهم يبنوا فيه يبنوا في قنطره جديد. انتبه اشغال اخر جبدت بيبي جبت فيه من قسم التوليد دخل بيه قسم الحنجره والانف. خزر الفرملي قال لها اباغاموش بدنا المسارن. قالت له نو دكتور هذاك مستقيل هذاك مستقيل. وعلى ذكر الساقين انا شطري اللوطاني اطول من شطري الفوقاني معناتها كي نقعد نظهر قصير. عم النوفيه نتاعي نقرا عند بروف العربيه اسمه اوبنغات فتح الله قاعد عنده في الطاوله الرابعه. خزر لي قال لي انت يا صاحب النظارات تقدم الى الطاوله الاولى لكي تتمكن من الابصار. وقفت انا وصار اللي صار. بسم الله الرحمن الرحيم شربان اذهب الى القاعه التي ورانا او امكث في الساحه سترانا. كيف لا كيف لا تستطيع ان ترى حروفا طفيفه وانت طويل كبرج خليفه. سترى كل شيء حتى وان كانت لك مشكله في العين. ونجبد عليه بكراسه 72 من العلمين يكتب لي طرد بيومين. وبعد النهارين هذوكم رجعت نقرا نورمال. خرجت نفسخ في التابلو في طرد بثلاث ايام. انا نفسخ في التابلو هزيت ايدي اكثر من اللازم طيحت الكواتر. ما عرف كواتر شكون عاد فوق التابلو عاد دويري ثلاث ايام وحاولت اطاحه بالسلط. أفرادك أنا ممنوع من المشاركة في الكلاس مش على خاطر بهيم على خاطر كان شارك سيدي درطاف كسرت بنيون. ومشكلتي ما فتش كان في المدرسة وفي الكوليج شي في الدار. أنا كان دوش في الدار المرش متاع الميل لنا وانا لن دوش على مرتي نهار السبت الرتشوسين نهار لحد تقل فوقان. قلت خلنا نمشي الحمام بالك في الحمام نلقى راحت. دخلت الحمام هزيتك زوصلة معايا دخل بين بيت سخون. جاني واحد قال لي صاحب اعطيني سطل قلت نحط فيه ساك. قال لي اعطيني سطل ياخذ قلت نحط فيه ساك. قال لي معلم يا اخي قرنيطة داخل بيت سخون قدام الساك عندك. قلت له صاحبي نلبس 49 انا كل ساق في سطل لان يعني البوانتير بتاع ساق زوز 98 اكبر من السبسي بست سنين في ساقي كهو. خرجت من بيت السخون وجبت اول طيب عرضني تفجعك طيب. قال لي يا معلم ناخذك وافقه ولا بالمتر. اها وافقه ولا بالمتر اخدم خدمتك. شو باش نعمل له هذا فرشني كي طيب شدك المصلح تقول قفز بالزينه حط فيها الكاسه. هاي يا جمهور الكل وينو اهو تعب من بعد دور راس بدري بالعجيني واكل كاسه لهنا يمشي ويجي يجي ويمشي. بعد قال لي معلم راني تعبت ما عادش نجم خويا سامحني مش لازم تخلصني خويا. خليته ودخلت المطهر. انت مش تعرف انسان في المطهر تلقاه معلق ما عندش فايده تطبطب عليه انا من غير ما تعب روحك المطهر دخلت لي لن تلقاني ماد وجهي هاك وفيه الحمام وفيه الشتاء قلت جا السيف نمشي للبحر نتفرج شويه. مشيت للبحر وفيه الشتاء يا ما فيه الشتاء قلت نمشي للبحر باش نتفرج. دخلت البحر يا معلم الماء يوصل لنا نتقردح بجنبي لعبة بقبق غارقة. قلت ليه ليه البيسين البيسين نلقى فيه راحت. مشيت لك البيسين دخلت مشيت وشيت أربع مرات خزرت الواحد قلت له خويا منين الدروج باش نهبط. قال لي معلم راك هبطت صحيح. الماء لنا نعوم على ركيبي فك البيسين ولعبة تخزر. حشمت وقفت هزيت معايا زوز ولاد صحابي ومشينا خرجنا من البيسين. واقفين في ستاسيون استنوا في مترو. جانا واحد ياسر كلوشار تلموك اللي ضرب لي نتعوج هكا يمشي. جا طفل صاحبي يطميتين تعدى اللي بعد يطميتين سليان تستمي. قلتلو معلم عليهم 200 200 وانا استمي. قال لي يا خويا انت ثلاثه في واحد هذا شبيك. قلت له معلم شنو ثلاثه في واحد واستمي عليه نسكا في كريم جديده تريفيه انا نحكي معاه تك تزرفت طلعت في المترو. يا بابا على المترو سخيبوني جعب كل حديدة اللي شدوا فيها مدت ايدي كيما نكا اربعه شدوا في ايدي واحده ركش في ضبط.
وجاي واحد من غادي بال عمير الليلي الليلة وش باش نشكي لك يما وقالوا لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول مرة في حياتي نشوف جعبان قصنظر. الله أكبر جعبان قصنظر وتتحرك زادة. استغفر الله العظيم يا رب. كل شيء شفناه بعد الثورة جعبان قصنظر وتتحرك وتتكلم زادة. قلت له شوف خوي جعبان قصنظر وتتحرك وتتكلم وتضرب زادة. توف كمل جع غنى نحب نطير طير لفوق حب برافو عليك برافو عليك. حبوا نشكروا نسكافيه وجعفر اللي اليوم انتي زادة طلعنا مواهب كيف نكاي لأن في حاجة اليوم الناس جدد تطلع وناس عندها موهبة بالحق. كيفاش أول مرة ريتو كيفاش فهمت لي هو شوف ريان برشا هو تو حكى حياته هذاك علاش صادق على الاخر برشا يقول لك اخترتوه على طول واخترتوه على طول واخترتوه على طول اي هل هو عيب هل هو عيب انك تختار على طول ريان اللي عمله تو مسرح اللي عمله تو ستاند اب لوتو ديريزيون وظف وظف جسده وانت تعرف المسرح توظيف الجسد حاجه مهمه برشا وظف الياته حكى على روحه والشيء اللي عمله مشبه له كان هو دونك انا نحييه عنده خفه روح عنده بونكتواسيون فاهم فاش قاعد يعلم يعمل عفوا وحاجه اخرى اللي عمله اليوم هو تقريبا عشر الحكايات اللي نجم يحكيهم ريان ريان ما حكى لكمش كيفاش تعرف اوكي بابا سامحني كيفاش تعرف على شريكة حياته فهمني ولا يعني قصه مثيره جدا دونك ريان باش تشوفوه ان شاء الله في الوان مان شو نتاعو اللي باش تهديو له نسكافيه تقريبا في سبتمبر باش يولي عنده الوان مان شو نتاعو فهمني العنوان المبدئي نتاع الوان مان شو نتاعو ريان خير من راي خاطر هو ديجا دوب الراي فهمني ولا وراي نتاع صحيح وان بليس ريان باش تشوفوه في الصيف في تروازونا في سبيكتاكل نتاعي انا معاك موجود معايا انا موجود هذه عمليه تاثير ليه ولا عمليه زاده نتاع حاجتين هو كم ما جاش يضيف للسبيكتاكل ما ينجمش يكون ما عادش نولي انا زعما ملايكه وكذا لا انا زاده يهمني ويشرفني ان يكون معايا في السبيكتاكل هو ومحمد غضباني وحمدي مقيريس نعطيه فرصه للي جا يوريه واش عندهم وانا زاده نستفاد ونتطور ونجدد آلياتي لطفي الإنسان اللي ما عملش ميزاجور وما يسمعش الناس هذوما عمره 21 سنة شوف أنا متأكد اللي الليلة الستانداب بتاعه اللي فوق 180 الكل بشي بارتاجيوه اللي فوق 180 بيدهم الكل بشي بارتاجيوه لأنه سيبيان كيما أنا كي خسير عملت لي مشكلة وإلا الكرش القصار الكل بارتاجيوه لك أنت يعني بارتاجيوه لي أنا عندي جمعية كاملة أخوي والفراتس بابا تبعيني أنا أنتي دوزونا أنتي فرات سوق ها وجاي بعد شوية انتظروا المفاجأة خليه هنا تو خليه لأنه تو ربي تتهدد فيا من قبل تو تشوف بعد شوية بعد شوية بعد لحظات تو أنتي البرنامج تاعي وبعد تهدد فيا ويا أنتي خويا ولا خويت إي عاد ما تبديش ريان شنو هي الإضافات تاع جعفر معك بصراحة تكلم والله كيما قال لك وريتك يبدأ عندك معناتها سكتش كامل وحاضر هو جيست يشوف معناتها شنو الحاجات الناقصاتك ما يحبش معناتها يبدل لك الكل من الأول يشوف لك الحاجات اللي ناقصتك ويزيدك عليه مثلا كما قلت انت هذيك قال لي الصوت هذا ما كاركش تعمله لهنا هذيك كارك تعملها هك بدل لي برشا حاجات معناتك اللي ديتاي صغار معناتها وتحس المهنه هذه سهله ولا صعيبه بصراحه ولا من الاول حسيتها سهله انا كي طلعت عملت سكتش في الكمبيوتر نتاعي الكمبيوتر تاع فاك ديليتر في منوب بعديك كي جينا للستاج حسيت معناتك اللي برشا حاجات في بالك جست تطلع عملت توقف تحكي وتبعت طلعت فما برشا حاجات اخرين برشا ولنا بالمناسبه تعلمناهم في الستاج جس سامحني ريان نحيي لجنه التحكيم مدام نعيمه الجاني الاستاذ الصحبي عمر الاستاذ عاصم بالتهامي نحيي ليكيب الكل اللي كانت واقفه على السيزون هذه مدام منيا ميلادي نحيي مراد جورجي لانه فريمون كان ثم نويو كبير برشا 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 باش وقفوا الاولاد هذوما مسؤوليه كبيره برشا على كل صح باش تواصل العمليه هذه ابار لو سبيكتاكل معناها ليفينمون هذايا بتاع لي
نتاع كوميدي شو ودنيا. انا اللي باش نقعد بيه الناس اللي يتفرجوا ومن الاخر بالكل السناب شوفوا سبيكتاكل خليني نقول لك مفاجئ جدا اسمه تروازونا وللي يحب يا دي ما قلتلكش اعمل لي بيبليسيتي للبيبلاي السبيكتاكل بتاعي. شو تحكي لي انت الموضوع هذا الكاستينغ نتاع كل عام اللي تعملوا فيهم شي تواصلوا الكاستينغ احنا ان شاء الله فما سيزون خامسة بيان سور فما سيزون خامسة وبحول الله احنا السبيكتاكل نتاع ريان باش يكون في سبتمبر فان سبتمبر معناتها في الدويره هذيك مباشره بعد باش ندخلوا في الكاستينغ معناتها سيزون خامسة مباشره بعد ندخلوا في الكاستينغ دونك اللي يتفرجوا فيا توا لو كان تحبوا النهار من النهارات تكونوا في بلاصه ريان لهنا فهمني ولا والمتوج في نسكافي كوميدي شو السيزون خامسة مرحبا بكم من توا خويا تحية خاصة ليك وقت اللي تستعمل الون مشو نتاعك وقت اللي أي حاجة البرنامج هذايا على ذمتك وأنا نعرف أنت في أيادي أمينة مع جعفر القاسمي تحية خاصة تحية تحية روحوا الضيافة استنى استنى عاد خلنا نحكي جعفر شنو جديدك إن شاء الله بخلاف أنك عندك المسرحية تروازونا توت نجم تعمل بيب المسرحية بتاعي. جستمون هو البروجي هذا بروجي كبير برشا وبش تخدم بمقاييس معناتها. فيسع برسمك وزلك زوز أسئلة و. فيسع أي لا لا. لا لا. البروجي هذا كيما قلت للي يحب يريزيرفي على البروجي هذا من تو. أيه. شنعطي أنا رقم 50-616-797. رقمك هذا. 50 50 616 شنو باش تعطيكم رقم جعفر انا وعندي برحمه العز عليك برحمه العز عليك شنو؟ لا والله عندي رقم كذا رقم جعفر لا 50 616 797 هذا الرقم اللي من توا تنجموا تريزرفيو للسؤال سؤال اخر وبسلامه جعفر وقطع ربي معك وشنو جديدك فما حاجه في رمضان ان شاء الله ان شاء الله وبسلامه ربي ان شاء الله فما حاجه في رمضان اما انا حبيت نقول لك لطفي شنو حاجه في رمضان اش فما؟ فما حاجه في رمضان ولهنا شدوا هكا وي سي تصفيقه حاره على جعفر لا 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 ولا لا ولا باهي شوف لطفي وفيه وفيه ولا ها شوف لطفي شوف اسئله لا لطفي 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 جعفر الاسئله بتاعك وفيه ها بسلامه كان تحب تشرب كاس ماء نسكافيه ميرسي فاصل ثم تعود مع جعفر لا 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 مش فاصل استعمل استعمل هكا هو وانا بقى جعفر لا والله لا دخله تحب تعمل دخله لا والله لا شوف الجمهور اللي حاضر جعفر عايش خويا مانيش عارفني باش نبدا من انا كلفتني التاسعه معناتها لطفي تويك يصور في مسلسل ايش مدخل هذا في هذا؟ خلنا نفسر لك المسلسل هذا اسمه علي شورب ان شاء الله ربي يجيبه في السواب وعنده برشا التزامات كيما ممثلين الكل جعفر اي زين والتاسعه حشمه من لطفي باش يقولوا له يا لطفي لطفي معناتها بصراحه ما عادش تنجم تكون امان لطفي لا ما عادش تنجم تكون في عبدلي شو تايم لانه عنده برشا التزامات وعنده ثلاثة اسباب انا راه عبد المنفذ واقف غادي فهمني ولا اما انا باش نحكي له لانه صاحبي السبب الاولاني فشل لطفي في عبدلي شو تايم السبب الاولاني شنو لم يعمل البوز ما عملش البوز قالوا لك ما جبتش فازات هكا وكذا ما نجحتش البوز الثاني حاجه فشل البرنامج كلامك ولا كلام الاداره سامحني كلامك ان كان كلامك انت نقل شلاغمك لا تتماشى وروح البرنامج لا شلاغمك شليغ بثلاثة تماشى وروح فاز لا 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 اسكت الحاجة الثالثة اللي ما خلت البرنامج يفشل سكيت الحاجة الثالثة وهي الأهم عندي خمسة تابلات مش بتاخذهم قال لك ما يخليش الضيف نتاعو يقص عليهم يقص عليهم ديجا الضيف نتاعو يخرجوا شاورما من هنا كل مقصوصين يقص على الضيف نتاعو ثلاثة أسباب فهمني ولا لطفي باش تدعى إلى مهمة أخرى وأنا باش نعوضك لطو اللي أنت تكمل المسلسل نتاع علي شورب انا مش مبدل في الفيترين عبد اللي شو تايم باش تقعد كيكره عبد اللي شو تايم اما فونت كوميرس فونت كوميرس عندي انا شريت انا الجيران تو فهمتني انت باش تبقى عبد اللي شو تايم اما انا باش نشد لك الرزق لا 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 لحظه انا باش نشد لك الرزق تكمل المسلسل تكمل المسلسل شوف شو اللي انت في بلاصتي في شو اللي جعفر شو يعمل في بلاص شو تايم شو يعمل فهمتني اسمعني لا لا استنى استنى حق الرد كي تخرج لا اسكت حق الرد كي تخرج حق الرد تحب تجي ضيف تحب تجي ضيف تجي ضيف انا الانيماتور وتجي ضيف وتجي ترد تحب ترد في الكوريس باهي تكلم خلينا نتكلم ساعه خلينا اسكت باهي تحب تجي ضيف تكلم باهي تكلم شو باهي تحب تجي ضيف لا لا خاطر تتكلم يا اسمي لطفي اخش
والله والله سيريس والله ليه استنى عاد وقف جاي ربي يزي جاي ربي يزي خلنا نستنى جعفر شنو في ال في ال شنو عنده الحق ساره مشي فضلك شنو انا باش نتوقف العمل حتى ال حتى نكمل مسلسل صحيح تحب تجي ضيف كيما نكمل شمو المسلسل انا تحب ليلى لطفي تو انت عم تحكي سيريزمون لا والله تو الحكايه فدليك انا تو باش نشط لا تحكي سيريزمون تو جعفر شوش يعمل اسم البرنامج شوش يعمل وبنتين دم اللوطة عبدلي شو تايم اللي رزق رزقك كراو وهذا عاد رزق رزقك بابا والله واسمعني ونتحاسبوا شريكة وكذا و 51% انت و 49% وكذا وشو نبيه وتحاسب اخر عام تخرج طوف كأنك ضيف وانا طنشت انا شد لك رزق جربني بابا خلص شوف شدت جمهوري بلكس جمهوري موافقين ولا ايه جمهور في ديل في ديل على الاخر جمهور هذا هو الجمهور خويا في ديل استنى خلص شوف الكيب متاعي شو سقوطية؟ أي لطفي اسمع كضيف جدي كضيف فهمني ولا أعمل لنفيتيه الجمعة هذه ولا لنفيتيه طوت يا لنفيتيه لوليني مش محظر لنفيتيه بتاعخوك ودي أنا بيتي ما كلمتونيش ما استعديتونيش يا ولدي جوك على جو أنا مش يا ولدي مش ملوحة ممثلة كيف راني صنع سوا لطفي لطفي باب مش نذي مخلنا نمشي نحضر أسئلة اسمع مش بربي لحظة وباش نكسر الدنيا شو لطفي انا طب باش ناخذ الرزق نتاعكم باش نبدل شويه معناتها الصاله باش نبدلها في بيت لا مسش الديكور كهرباء خليها لعبه استنى استنى ساعه كهرباء باش نروح بها يا ودي ليه عندي ناس تروحش بالكهرباء عندي ناس عملوا اس ام اس كهرباء خليها الفرقه خليهم عايش بلا ربي الجمهور حتى خليهم معايا خليه هاي الجمهور كل باش يخليه ثم واحدة هذيك دعيت لمهام اخرى اوكي بابا تنعر تنعر رزق ضيف ام بي تي برعده بربي خاطر عندي جمهور ربيته للميسيون هذه أيه وتربى معايا أيه اكل غشه وكل بيس والدنيا كلها مريقل ولا مريقل اما اسمعني بربي اسمعني باش نعملوا برنامج مختلف تماما وباش نعملوا البيز لطفي باش نطلب منك طلب انت تو الضيف باش نعملوا البيز باش نقول لك لهنا باش نعملوا البيز امشي نعمل البيز تقول باش نعملوا البيز وباش جد عليهم الناس كل جد عليهم بعد القصه اوكي بابا اسمعني لحظه 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 امشي لطفي امشي تستقبلني توا اي 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 قطع لحظه لحظه جمهور لحظه 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 اتونسيون انا فيتي امشي يا لطفي اسمعوني ركزوا معي شويه ركزوا معي شويه باش نعملوا برنامج مختلف اللي كان يعمل في 10% تويك 1000% خاطر لطفي مولى البرنامج هو الانفيتي معناتها نحب تعاونوني اوكي اي اتونسيون مرحبا بكم في جعفر شوش يعمل ميرسي ميرسي هذه الحلقة الأولانية سيدتي سادتي بعد الفشل الذريع للبرنامج اللي قبلي اللي هو لطفي شو تايم فهمني ولا دعية لمهام أخرى لطفي لأنه لطفي بكل صراحة وخاصة خاصة خاصة وعلموني لأن قناة التاسعة شلاغ مو هي اللي طيحت الكفة لذا باش نستقبلوا كأول ضيف ممثل نجم يعني عبى المسارح ممثل سينمائي خطير جدا من اقوى الممثلين السينمائيين اللي انجبتهم تونس جوائز على مستوى عالمي ممثل تلفزيوني ايضا منشط بارع باش نستقبلوه اول مره في البرنامج اللي اسمه جعفر نستقبله مع بعضنا لطفي العبد الله سيداتي سادتي حلقة مثيرة جدا نستقبله لأول مرة النجم التونسي لطفي العبدلي في برنامج اسمه عبدلي شو تايم جعفر حلو ياسر الاستوديو بتاعك الجمهور نتفرج في التلفزة قاعد تشوف فيه البرنامج حلو ياسر عجبك برنامج يعطيك صحة هذا مش مسروق على نوفل هذا مسروق معناتها الرزق رزقك سي لطفي فهمني ملاه من غير ما تشلق الرزق رزقك سي لطفي بارك الله فيك باش نبداو مع لطفي العبدلي لطفي العبدلي لطفي العبدلي من السينما المسرح والمنشو التنشيط وين تلقى روحك وين تلقى روحك وين تلقى روحك
سا نحب نشكرك برشا على الاستضافه ذي ونشكر جمهور الحلو ياسر بتاعك. الجمهور ذي الرجال برشا الفيديل على الاخر. توا سيدتي سادتي الحوار هذا يبدو انه كلاسيك. لطفي قاعد في فمي فهمني الحوار كلاسيك. لطفي قاعد وانا قاعد. لطفي اتونسيون الجمهور اتونسيون لاول مره وحصرين باش نعملوا حوار اسمه كلام في الحمام. كلام في الحمام باش نسالك اسئله باش نجيبوا لك طيب فهمني ولا يكسلك باش نعملوا البوس. طب باش نبداو ندخل في البوس فهمني ولا معناتها الطيب جونتي على الاخر فهمني ولا يتفضل بحذايا الطيب جعفر راني بو عايله. اي 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 لا لا باش نعملوا حوار تلتحق طلبنا طيب جاو ثلاثة. لا اش بقني انا؟ لا مش انا ابدا كسلوا وريني ساعة وريني. لطفي 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 سي بون تلعب معايا سي بون تلعب معايا ليكيب نتاعي هذاك هذاك السيكوريتي نتاعنا نمشي طيب وطيب. لا سي بون طيب وزيد طيب سي بون سي بون ماك تحب تعمل نعود بعد الفاصل زيد طيب صبا بابا صبا يرحم بوك صبا. لا توا ظهر اطلب الحاكم يا صبا كسلوا ظهر وكسلوا لا لا سي بون صاحبي سي بون توا بربي الدخو في القاعه يجيك لا 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 الله لا تعمل لك حوار تحب تعمل بيرس ايش اعمل بيرس تعمل بيرس نرجع ضيف انا خويا نرجع ضيف يمشي يمشي لا والله ضيف والله لا والله لا والله لا والله لا والله ضيف والله ضيف يتسيب عاد والله مش نضيع سي بون يا الاولاد. لا سي بون سي بون تخسس بالعافيه سي بون كسرت له البونكات وقال لك دقدقتها ما يصيرش خويا نرجع ضيف صباح عليك صاحبي اقعد ابا الحوار الثاني ما مشاش بتاع فوالا في الدار. الحوار الثاني اسمه حوار اسمه كلام في الظلام باش نطفيو تويك الضوء. ايه تعطينا لي تورش بابا تعطينا اعطينا الميسيون هذيا طفي الضوء والتورش يا ودي تفرج باش نعملوا البوز برس امك يا لطفي وقت اللي نطفيو الضوء كذا باش نسالك سؤال زعما هكا انت باش تبكي زعما باش تبكي وباش تغادر البلاطو ولا هنا الكل باش تتصدموا هذه باش نعملوا بها. لا انا نجم عادي نبكي راه غادر البلاطو ما تشوفنيش. لا لا وين عاد الطور الشاي ريت زاده ما عندكش ريتم تاع بالي هاو هاي الاولاد مشي لي الطور تحيه لطفي يمشي بابا ظلام هكا صفا هاي لطفي العبد اللي لطفي انت كان ما جيتش ممثل شنية كنت تنجم تكون؟ ما نجيش جملة. ما تجيش جملة، فعلا. فعلا. يعطيك الصحة لطفي. لطفي العبدلي، أنت كان جيت شجرة. شنو؟ شجرة ما تقولش. تو تو هذيا الأمور تاع البوز. يا لطفي برص أمك تو البوز. هذيا مش قوي. ما تقوليش شجرة. لطفي. لطفي. سامحني باش نخرج أنا ما عادش نجم. لا الأولاد. قليش شجرة. الأولاد شو تسمى يا أخي؟ خلص الضوء بتاعي. يا لطفي لازم تسمعوني لطفي لطفي لا جابر ما تمشيش انا كريستينا لطفي 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 والله صف علي لطفي العبد اللي بيا الجهار اخر حوار اسمه ميوت ونمشي على روح. شمعنى الحوار هذا؟ شنو هذا ميوت؟ ميوت هذا شنو؟ صحيح نبدا نسالك انا من غير كلام. عطيت كوميسيون طيحت لها اختارها فيها. شنجربوا باش نعملوا بوز. باش نسالك من غير كلام معناتها هاي. هذا الميوت؟ اي معناتها كاين الكوموند مسكرين الحس وانتم في التلفزه جماعه التاسع حطوا هاك الوحده نتاع الصوت مقصوص. باش اللي يتفرج توا يتلفت ولدي يقول له اش نسيت الكوموند علاش نقصت الصوت. يصرف قوي صحيت. يلزمنا نوصل للمرحله هذه. انا باش نتكلم بالشفايف وانتم الجمهور. كي تضحكوا من غير صوت وتصفقوا من غير صوت نتبعوا بعضنا هاي نبداو سكيت كل نبداو التصفيق صح
صفقة لروحكم تصفيق قوي برشا. والله نشحت والله دي الشعب الشعب البيز دي هذه الشعب البيز صحيت. ما تسكتش ما تسكتش ما تعرفش تعمل ميت. فمشكور كلم الصليح توا. طب مشكور صرف قولته علاش بسفير كمان لطفي. أنا حبيت خويا نقولك نحبك برشا، حبيت فضلك عليك، برنامجك ناجح برشا، وكان ما جاش برنامجك ناجح برشا. عايشك شعفر والله والله عليك على توا بصراحة. أنت عجبتني عجبتني، إيش قولكم في جعفر؟ يعطيك الصحة صراحة. أعطيت ديناميكية أخرى ديناميكية أخرى للبرنامج، أعطيت اقتراحات جدد أنا ما كنت صورهم. أنا ديما بارك غاديكا ونجي بمسيون ونقعد نحكي. الحقيقة مبروك عليك البرنامج، أنا عندي مسلسل. باش تاخذوا أنت البرنامج بالرسمي. لحظة لحظة، ورس النبي محمد هذه باش تعمل بوز والله. عندك دخلة؟ لا 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 هاي ليه مش دخل مش دخل. الشطحة اللي عملها ريان نجيو نقفوا الكل والله. انا اس والله والله الناس كل نقفر، اما الكل مش هذيك قاعده غادي تعمل ايه؟ ما عينيش ما عينيش تزبري الفوق، الكل نهبطوا لهنا. هذه رقصه عاديه فهمني ولا نقفوا لهنا احنا وبعد نخرج وخلي لك برنامج وربي. لا والله لا لا مبروك عليك البرنامج شعفر القاسمي. اوكي بيمانيلوس على كريبتا دامي تو كوسيتا دامي تو كوسيتا اي دامي تو كوسيتا دامي تو كوسيتا اي dame tu cosita dame tu cosita ay dame tu cosita muerde para aquí muerde para allá dame tu cosita ay toma cosita cosita dame tu cosita ay toma cosita dame tu cosita ay toma cosita cosita dame tu cosita ay toma cosita dame la dame la bien. برافو عليك كالعادة جعفر حفالي. برافو بور سكو تو افي والاكتشافات هذيا وروحك الرياضية. اي والله بالحق انا بيرسونيلمون جو تيم بوكو تو ان ارتيست. لا خنكمل ولا سيريو تو ان ارتيست معناها كيما نقولوا ان انت جينيرو كي تجي البلاتو ولا تجي البلاصه تعطي ما عندك وماكش كلي تحسبها ولا واحد ساس كي في النجاح بتاعك. تحيه خاصه جعفر خويا زيد زيدا ولا بالحق قالوا لي جعفر يعمل في ريجيم سفري سفري مش نسمة بولد. اي ولا ولا اي وينو شو وين عندي توا شهر وتقريبا ثلاثة ايام من اللي عملت الريجيم زدت 8 كيلو ماني ما ما موضوع كبير برشا دي تحب له تحب نرجع نبنكو غادي موضوع كبير يس. لا انا جعفر نحب نشكرك تحية خاصة ليك عاش ما نحبش نطول برشا على العبيد. انا جست لطفي نحب نقول كلمه الختام حق. لا لا والله انا نحب نقول كلمه ختام. شوف احنا وخيان ميزا بار كل شيء ديرنييرمون نشوفوا في الكوره مع ثم شكون يحب الاسبيرونس ثم شكون يحب الكلوب ليتوال سي اس اس ستاد جيبس كذا. ديرنييرمون معناتها توفى جون تونسي اسمه عمر الوليد هذا الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه. جست حبيت نقول معلومه وشفت قداش جمهور الاسبيرونس تفاعل وجمهور ليتوال تفاعل وجمهور الجماهير الكل. انا لطفي من البلاصه هذه نجم نقعد حتى باسمك انت نجم نعملوا سبيكتاكل انا وياك والمداخيل هذيك الكل فهمني ولا تعود لعائلة الوليد هذا الله يرحمه وينعمه فهمني ولا بالحق. مدام كان وجه ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يبين الحق. باهي شي زعفر انا باش نقول لك انا عجبتني فكره انت منشط خاطر البرنامج طيحت له قدره كيكا باش يزيدوا يعرفوا قيمتي كمنشط. انا باش نخلي لك البرنامج هذا وانا زاد باش نخلي لك. لا 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 صح لا لا ولا لا صح عبد اللي اسمه جعفر شو شو يعمل شو شو يعمل جعفر مبروك عليك البرنامج شو شو يعمل. لا 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 خويا باش تاخذوا انت البرنامج انا ماشي نصور يعيشك يا لطفي وتهنيني يعيشك يعيشك. دونك اليوم مسكرين نرجع غدوه ان شاء الله. لا ظهر لي عندنا جو ما بعدنا قبل ما تمشي عندنا جو تاكسي فون ونرجع. رجعنا مع جعفر شو شو يعمل. ولا جعفر شو شو يعمل خنقدم لك اللعبة متاع التاكسيفون باش نستقبلوا سيرين سيرين بلاد سيرين بلادي تحية سيرين باش تفهم جعفر سيرين بلاد كل مضروبين في جعفر
لا انا صدمت في جعفر مش مضروبه. انت ضربت نوع من الضربه بلاش كل صدمه في جعفر. قلرت فيك فاس فيا عجبتك بليد بليد ركيك فما حاجات في الكواليس من نقولها نقولها بس من قبيله يعمل لك الجمهور جماعه الجمهور ركز ما يعملوا لك لا هذه يا ما تفهم هذه يا جاب قالوا لك اخر شيء وجعفر يعمل لك قلت لك قلت له رقبتي رقبتي رسمي في رقبتي فمني واللي يغيظك كان خمس شكون شاف العمليه وكيف كيف تعمل تواصل تبلع عمل لك اجت بي جعفر تنقص من اوكي مان اوكي مان يا مان يا مان بي اي فسر لنا اختي سيرين دونك كل واحد شد الكابين بتاعه اوكي تسويت نطلبكم وكل واحد يسالوا سؤال اوكي نحن نبداو قاعدين نستناو بيان سور دي نورمالمون الكابين هذوما هما يطلبوا منهم مش يطلبونا اللعبه اللعبه بربي سامحني خل نذكر تاع العباد استنى 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 أيوة. خل نذكر العباد الكهرباء يونداي ايفان تبعثوا ميساج 85 على 899-85-899 مكتوب في آت نجم تربحوا الكهرباء معنا اونداي ايفان نورمالمون تعملها انت في الميسيون ايفان نورمالمون تعملها انت في الميسيون تاعك هذه اونداي ايفان دونك تبعثوا اس ام اس على الرقم اللي قالوا لطفي 85-899-85-899 جعفر القاسمي وي ايا جعفر هز علي التليفون وي الو الو عاصمة شكون معاي انت شكون معاي انت طلبتيني ليه انت طلبتني شكون معاي جعفر لا لا مالا نسالك سؤال على الفازة تفضل اسمعني شنو الحيوان اللي كيقصوا له ذيل ويموت الحيوان اللي يقصوا له ذيل ويموت اي نعرفوا ذي قرا معايا لا حيوان يقصوا له ذيل ويموت الارنب لا نزيد نعطيك محاولة أخرى الأرنب شد لي عارفين لحظة لا لا مش الأرنب التمساح بتبيع تديله مقصوص شكون؟ التمساح لا لا محاولة أخرى ميساج الكركدن الكركدن لا أسفة 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 حبيت أما ما أنا غالب شكونك اللي كلمته قبيلة سنة أعطينا الإجابة عاد الحصان الحصان أي الحصان والطفله هذيك شكون عيط لها قال لك وحدها جيت يظل جعفر عيط لها شو كيف بربي دخلوا الاخرى هذيك من بعد اللي حالي تحبوا يس اي بيان سور يا لطفي جعفر عاد اقعد نورمال مازالت ما تعبيتش عاود اطلب جعفر ما يسالش زفيف عنا الو 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 لطفي شكون معايا عاصمه عسلامه ضميرك معاك اطول نهر في العالم ضميري بلوندا اي شنو أطول نهر في العالم؟ شنو؟ أطول نهر نهر في العالم. نهر. أي. أطول نهر في العالم. اللي هو؟ اللي هو الدانوب. النهر. النهر. نهر. أي نهر. ريفيير. ريفيير غي. أي. اسمه ذاك بتاع مصر. اللي هو؟ أمازون أمازون. الأمازون في مصر ونعم العلم. أمازون. ليه؟ ميسيسيبي. ميسيش آخر محاولة. ميسيسيبي. النيل نهر النيل كريم قلت لك بتاع مصر هذاك نهر النيل كريم كريم يا ربي يا علي الحمد لله يا ربي النعيم باب جا ربي كان عاود خسرت انا هو اللي خسر رجع له هذايا باب جا ربي خاطر انا حاجه هذايا بها يا راهو شبيك عطيها بدارك الطفله سناء دور يا جعفر احكي مع الطفله ما تحقريش شويه حاشمه دارهم يتفرج الو زهرك بالحيوانات يا جعفر الو زهرك بالحيوانات شنو هو اول حيوان طلع للفضاء لازم تطلبوني من بعده لا ماذا بيشتغل اول حيوان طلع للفضاء اول حيوان طلع للفضاء هو القرد لا قبله حاجه اخرى الكلب برافو عليك كلبة لا قالوا له سمعت هذا قالوا له كلب صافا والله سمعت واحد قال له الكلب والله معلم كرشك شوي شنو باش نعملوا قالوا والله بعث له هذا والله خسر والله خسر استنى استنى اجي عاود له كاستيون عاود له كاستيون اخرى ورس النبي محمد قال لي علاش هكا اش بيه هذه هكا هاو قالوا له مع هذا انت قاعد مع هذا يشد عنق وعنق اللعبة قانون اللعبة يا كاري يا معلم دخل سيقك دخل سيقك النعيم هو النعيم لنيمه يا
علم راسي تنجم تهز تليفون وانت قول له كيجا تجي نورمال انا هذا معاش نجم معاش نجم حتى نشد التليفون جاوب انت معلم وتنسى نتكلم نتكلم انت في بلاصه شد شد لي تليفون صحيح الو وي لطفي وي تفضل شنو اكثر اسم يسميوه في العالم اسم يسميوه في العالم محمد برافو بالحق سنة يا سيرين بجاه ربي بجاه ربي لا لا عندي طلب بجاه ربي ابعث له ذم الزوز بجاه ربي كريم 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 بركه هاي تفضل كريم ليه 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 لحظه لحظه نحضروا روحنا لحظه بجي 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 ليه ليه بشتي بينا ليه بشتي بينا ولا بشتي ورسني بمحمد ليه كريم ليه كريم ليه كريم يا جعفر يا كريم زاد ما تحركش تكسر لي البرنامج ياركع يا كريم والله مش تعبين يا كريم مش كس جاتو خلعة تكسيفون حل باب حل باب شو والله والله كلوستروفو بولا ندوك حتى تليفون ما عاش يحب ينوقز عن جعفر طويت شو جايبك هنا جعفر هل تليفون وي الو الو تكسر الباب جعفر شنية عاصمة السعودية الباقة الباقة عاصمة السعودية الباقة في الباقة أنا في الباقة الرياض عاصمة السعودية خرج واحدة الرياض على الأسئلة سهلة جعفر عليه عاصمة السعودية الرياض قدم شوية قدم شوية شنية قدم يا معلم شنية قدم في الدوم تاع ريالنا الوسط فارغ قدم الوسط فارغ ادخل باب ادخل ادخل باب ادخل ليه ليه اه ظافر زي العبيدين صفا يا يا اسمع يا جعفر ظافر زي العابدين بعد ما تعب برشا خدمه في مصر حرثوا عليه ياسر فيه يا معلم مش حرك في التاكسيفون وفما ريحه الضباب تهنيه زاد بديت راه وي وي الله يخفف الخبزه ربي يخفف الخبزه هز يا لطفي انا اي هز ظافر هز الو الو وي. انا عام صارت او الحرب العالميه الاولى العام ذاك وقتها بالضبط اللي هو اللي هو 1914 برافو بالحق يزمنا ليه 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 لحظه اسمع ربي دخل دخل بعد تدخل انت لحظه بس الحال بدلوا لنا بثلاثه اخرين ليه بالحق وبكح ليه لا اسمع اسمع عندي ريتم في البرنامج طيب ادخل 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 يا معلم اعصرهم اعطينا جو جعفر اعطينا جو جعفر لا 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 باش تيح ولا باش تيح بينا والله باش تيح بينا يا سيرين نعم يا سيرين نعم سيرين ما تسمعش كلام هكا هو يمشي يخدم على روحه ترى اسمي يا سيرين واي برافو عليك والله لا عاد نجي والله احسن جمله قلتها في حياتك يا صاحبي باه جعفر هز تليفون جعفر وي وي شنو الجو غاد والله هنا نعومو هيا ونعومو يما هيا ونعومو اشكون معايا سيرين سيرين معاك اهلا سيرين شنو هي اصغر دوله في العالم اصغر دوله في العالم تاكسيفون اصغر دوله في العالم هي البحرين لا هكا هو كاو عديلو عديلو غلط غلط سنغافوره لا هي الفاتيكان شكون الفاتيكان الفاتيكان ها هي جيت هاي اسمع اسمع لا لا اسمع اسمع كريم كريم لا 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 ولا مش لا لا انت بعد سي اي اي الله اكبر ايه 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 اي
هكا وفديت. وي وي لا تفي اخر سؤال عايش اختي عندي خاطر الكابل مقطع نوع جمعك كلمه ركبوا في اللينات نتاعك سامحني خليه حطوا في وزنه في وزنه نوع جمع كلمه حياه مش نسمع فيك جمع كلمه حياه جمع كلمه حياه حياه البلوريال نتاعها شنو جمع كلمه حياه الحياه الحيويات الحياتات الحيوانات الحيوانات حط هذا مش ناقص راهو استنى 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 ايش يقول اي اي عارف تعمل يميم تيميم يا جعفر يا عايش خويا برسمك برسمك عندك مرافقك يوجعوا ولا بالحق اشرب روحك اشرب روحك شويه اشرب اشرب روحك اشرب روحك شويه وليه لابس واحده سكاي تعرف والغلاف بتاع كراسه يمين يا اسمع ترش كيف هاي اخر سؤال لجعفر هاي هاي اخر سؤال لجعفر جعفر جعفر بيتر رينا عاصمة جعفر جعفر شبي خويا شبي خويا شبي بابا شبي بابا شبي جعفر شنو هي اللغة هذا عبدك هيا جاوب يا جعفر عادي اسمك جعفر شنو هي اللغة اللي يحكيو بها في النمسا اللغة اللي يحكيوا فيها في النمسا في النمسا يحكيوا بها في اللغة اللغة يحكيوا بركيبهم في النمسا شنية اللغة يحكيوا بها في اللغة الألمانية برافو هيا كاو كاو في البرنامج ماشي هذيا يا بنتي ايه عندك انت ليه عاد بربي شنو توا هكا وصلنا ولا عاد ولا سي با سيريو ولا راسي تكت شنو اللي سي با سيريو يا معلم قانون اللعبة ذيك واخر واخر اشرب روحك شوية مش دوها في وسطك شو بعدنا على كل زمي سوا تجيبوا الفنانين تمرمدوهم جعفر جعفر سافا دونك نخرجوا فاصل صغير وانا راجعين